توفي الإعلام المغربي صلاح الدين الغمري فجر اليوم الجمعة أثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 50 عاما. وشكل خبر وفاة الإعلام المغربي صلاح الدين الغمري صدمة لجمهوره المغربي ونعاه عدد من النجوم داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر. وكتب المطرب المغربي سعد المجرد: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي المذيع المتميز والمحبوب صلاح الدين الغمري أثر سقطة قلبية مفاجئة، اللهم تغمده برحمتك واغفر له ويسر حسابه فأنت أرحم الراحمين، وليس له غيرك يا حليم، بعبادك يا سميع يا عليم، لندعو له جميعا بالرحمة والمغفرة من فضلكم. وعبر حسابها على انستغرام نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة الراحل وكتبت: دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، الله يصبر عائلته ويرحمه ويجعل مقامه الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما استوعبتش الخبر، كان صدمة، ولكن الموت علينا حق. ونفس الأمر فعلته المطربة المغربية أسماء المنور ونشرت صورة الراحل وكتبت: لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا أجد الكلمات لوصف هذه الفاجعة المؤلمة. فقدنا شخصا رافقنا في أيام الحجر الصحي بنصائحه الثمينة، أكثر إعلامي أحب ابني واستمع لنصائحه أيام الحجر الصحي، كيف سأخبر ابني آدم بوفاته؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وكانت القناة المغربية الثانية أعلنت وفاة الإعلام المغربي صلاح الدين الغمري وكتبت عبر حسابها على تويتر: ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة زميلنا الإعلامي المتميز صلاح الدين الغمري، رحم الله الفقيد وداعا صلاح. ويعمل صلاح الدين الغمري في مجال الإعلام منذ سنوات، إلا أن سنة 2020 كانت سببا في شهرته الكبيرة مع برنامجه الذي قدم خلاله النصائح لمواجهة فيروس كورونا والرد على أسئلة المواطنين. واشتهر الراحل الإعلام المغربي صلاح الدين الغمري بتقديم نشرات الأخبار والبرامج الإخبارية في القناة التلفزيونية الثانية، كما عرف خلال فترة الحجر الصحي الناتج عن فيروس كورونا المستجد بتقديم فقرات للتوعية والإرشاد موجهة لعموم المواطنين. وكان صلاح الدين الغمري يعتزم تقديم برنامج تلفزيوني جديد بعنوان صوتكم ضمن الشبكة البرامجية الجديدة للقناة الثانية. وشكل خبر وفاة الإعلام المغربي صلاح الدين الغمري المعروف في القناة الثانية المغربية صدمة بين الناشطين المغربيين في مواقع التواصل لاسمة، وإنه يتمتع بشعبية كبيرة. رحم الله الفقيد وأدخلوا فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والبقاء لله.